شبه ووو ويحنا و يعلم إيه كلنا يعلم عادم لا يا عودي بالله شيك طالبيني كذا لا والله ما يمتوي تصدق عبدالله ترى متزوج بس مو معلم تدرون عاد فهد نكبني فهد محمد شيقو قال شلون بنتك وش اسمها سحاب لا ما هي بسحاب لين والين ويغمز لي قلت بخير اسم اللي متزوج بيض الله والله انت جاي معني بقايم يا رجل والله انت جاي والله انت جاي شنو مشرف انت عاد وش انتين صلحين وجيبن لا لا يجيب يا رجال خلاص حنا ذبحنا الجول حلو ابغى منكم موقف صار لك محرج مستعدين غير ايش رايك تخلي عقب لك عادي سولف وقول والله لا اقول لك موقف قسم بالله اسلم يا اخي ذكرته موقف كنت كله محرج والله هو مو محرج مضحك ومحرج ايه كذا ما ادري شلون هات يا رجال رايح خذ هات الموقف سول اسمعك سول لا خليك تجي عشان اعلمك زين تعال يا كريان الحين بكبس لكم كبس من السمن في شاهي ابن حلال هات الموقف السلام يا ابو حمد لبيه خلص الموضوع ضبطه هذا شاهي شكله شاهي ماني خابر يتكلم لا توفى وين عليا اسلم قال اسلم ترى احب اصمت انا والله اني ودي اخدمك لا انا اخدمك قال اسلم يا رجال هذا واحد من عيال عمي حلو قاعد انا وياه عند البل في الليل ارقد انا وياه دايم عند البل الكلام ذا مو بطيب المهم انه رقد جنبي ورقدت انا جنبه كذا على الدكه في البر ظلام ليل المهم انا راقد لا اسمع صوت تكفى يا عبد الله تكفى يا عبد الله يا ولد اقوم تكفى انا فوق ادور في السماء يا ولد وين فوق تكفى يا عبد الله انا فوق نزلني ادور يا ولد ما لقيت هو وين جالس؟ اسكت اوكي عقب خليني انا اسمع عزبة الرجال وديته؟ ليه؟ وديت ليه يا ولد؟ ايوه خله بعلم العيال خلهم يقعدون شو مصلح شاحي الغالي؟ في شاحي وين الشاحي؟ هذا شوين ما يكفي اثنين بعلم اشتبا حبيبي اشتبا بالله انت في ايش فيها؟ اشتبا تبي سكر؟ شوف شنطة عزبتي في الخيمة اللي برا لا تكبروا الموضوع تفضل هذا سكر شكر اجيكم اجيكم اصبروا يلا يعطي العافية من سواه بيض الله وجيهكم بيض الله وجيهكم ايوه اسلم ريان خله يجي ريان عشان يسمع السالفة يا اخوي ذكرت امس اقسم بالله اني ضحكت على عمري يا ولد ملأنا سم ملأنا دهن ملأنا دبلة يقولون السمن وش؟ يوجع القلب وما بده يوقف القلب ومن هذيك ترى ماسك هذيك الهرية ترى من هذيك وانا ماسك القلب يا دي الله يستر عليك لا تشكك لا تشكك يعني لا تشكك يا ولد شوف السمن شوف مشرف يا كثر شكاويك يا مشرف يا كثر شكاويك يا رجال مشرف كامل موش زحنا وخر مارك لك الضبط اقرب يا انا ريان ضربت في كبسة حاش يا اخي اقرب جعلهم هذي طلعها جعلهم هذي طلعها الله يعافيك ريان راح يرجع والله ارجع بعد روحين ايه بعد الله يجعل بالعافيه والله مالي ما بس لا تاك ما بس مشاركه الاخوي حلوه ذي اجل هذه عشانك يا ابو حمد الله يطول عمرك لازم تشارك اخويا الله يجعلهم بالعافيه تفحط لحم اكلت ها شوف يدي يا سلام هذا الشغل الصح
عام انها عالميه. اسلم خل لك مع وش. مع لا لك خلص يعطيكم العلوم ناخذ علومكم نسولف. ايش مجنن خذ جنن حطوني ذا ليك تستمر يقول تشه والعسل يقول تشه. بعذري والله بعذري يا غالي يا رجال كل هذا ايش؟ بس روحي ما ابغى ما تشم ليه؟ بس ما ادري ليه؟ شاهد ما تبي شاهد عيب حرام ولا عيب؟ لا ترى هذه هذه ايه ترى هذه من 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 طال عمرك طلعت من قبل ايه حرام العيب هو صادق ايه هذه هذه من السبعين السبعين بالمية اللي ما طلعت هذه واضح انها جايه من ضغوطات ومن والله لا حرام ولا عيب كيف ادي ادي يقول لك ما ابغى شيء ليه يا رب يا رب نقول انا حظ هذا ليه حرام ولا عيب كم واحد قال لك ليه عادي عادي المر طيب ايام 55 تصير وايد الله يعيد اشكرك الشاي تكون متسوي اشياء مو منك مو طلبات صح والله طيب شكرا ما والله جزاك الله خير اسمع لي ابو محمد لا لا عادي حرام ولا عيب ترى يا ياب رجي شطحات اجينا اجينا شطحات شطحات ايش هي شطحات؟ فصلات يعني؟ يعني فصلات فصلات يعني يعني تهب بالك وعليكم زود ذيب ذيب اول اول نتكلم نقول وش المشروع اللي بدك تفتح؟ لا لا اعطانا مشروع اعطانا فكره لا 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 تخبر ريان تخبر ريان ايوه ليه؟ فكرتي جهنميه وش يسمونها؟ وانا بسرق افكارك ايوه ليه اسرقها؟ خلي اسرقها سارقها من مشرف اعطانا فكره بخه عدم مشرف اعطانا فكره قال حلو بس انا اشوفه من الصباح يقدم في الزاويه اثنين الحال هذا يسولف اذا يسمع الدعوه كلها افكار افتح افتح شكل افكارهم تجاره ما بقي مشاريع يفتحون مشاريع يقتلونها ويا عبد الله نثر هي نثرنا بالبذ اي والله راحت فكرتك شو اسم الكوفي شو اسمه؟ مرحبا مرحبا قلت له بس بفتح شو اسمك الكوفي كوفي الكوفي حقه شو اسمه؟ كافي مرحبا قلت لي شو اسمه؟ كوفي 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 بفتح كوفي لازم تقول بسرعه بسرعه اسمه مرحبا ايش رايك؟ مرحبا كافيه ارحب بالمطارق اللي مثلك ايش رايك ابو حمد؟ شراك الطيب واللي ينفلس ياخذ ايه ايه ايش ايه بعد شهر للتقبيل ولا يباها ولا يباها شوف اذا تحس عمرك ما عندك شيء تعالني سيد اقول ما عندي شيء تاخذ وتروح اذا تحس عمرك بتاخذ طلع عاد من نزل الرواتب بتخلي هناك دفتر طلع عاد رخص الشيء الجلسات جلسات كيف بتصممها كيف بتسويها سره سرير سراير كله اللي بينام يجي ينام لا 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 كم لا لا تتقهوى انت من صدح ايوه كيفه مزاجه خيمه ايوه في على شكل خيمه جلسه ايوه جلسة كيف الدعنة كم طول هالكافي يعني الدعنة الأرض نسميه دعنة أيوة أنا أحسبها شيء ثاني الدعنة بس كذي وتفلويك العامل عامل توقعت على كيف هبة ريح واحد نسكي يقول آه تبارك يومية كيف بكوفي يبى مرة ما يتأخر شقردي 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 نعب صب لك القهوة يعطيك معها بيتين نعم هذا رايح المجلس ما رايح الكوفي ترى اسمه مرحبا لازم يتبع الاسم لا ولا جاء ولا جاء زبنا قال كرامتكم الليله مطنوخ ويلقى مكتوب في المجلس البس لا هبش 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 يعني يقدع هبش يا ريال الجم فيه عباره مرحبا بك شان ولا دون شان الجم ترى فيه خبز يا فيه خبز ليش ضام منه لما انا بامل اروح اصلح لك يعني يا بعد روح تدرون عاجل لك عاجل ولا معجل ان الشاهي تروي قلت العظماء الشاهي الشاهي يعطيك مواهب افكار الشاهي مواهب افكار ولا الشاهي ما له كلام ولا شكل الشاهي انا من محبين الشاهي اللي يشرب الشاهي يجي جوه جوه عليل جوه جوه ساهي جوه سعد اي اهبش اهبش
كمل موضوعك. خبزتين وجيب. كمل موضوعك. لا 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 خلاص خلاص. والله يوعان. أطول موضوع. تأكل تي أكلك بسيط. شريان نص خبز وأني نص خبز. يا عيال أمس الرجال لا أشوف. وأنت يوم كذي. أمس الرجال. طويل. أسمع. هو وش اللي طرها علي؟ أمس الرجال ذا إيه؟ سريره قرب سريره وشوف يضح. لا يا رجال أنا طرها علي أسمع العيال يسولفون مدري وش قال الجن مدري وش ذكرت السالفة. يهد سم الله يضحك تيم ذكرت هاتها هذه حقك مدري هذيك ما يفضلان الحمد لله آه. الله يطول عمر أبو صالح هات تجي عليك توكل روح روح تجي تسمع السالفة دخيل تقولي يا عطنا السالفة ما يطول العمر تعال عجل. انا عند البل معي ولد عمي يرقد معي عند البل نجتمع المهم ذاك اليوم ابطع لي خذوا له فتره معجاني عند البل المهم يا ولد فيك ما جيت ما جيت قال بجيك يوم جا ذاك اليوم يجي المهم قعدنا الامور طبيعيه رقدنا على الدكه عند البل دكه حديد انسدحنا عليها ورقدنا في الليل يا ولد يوم جاء اخر الليل الا قام قمت انا على صوته يقول تكفى يا عبد الله تكفى يا عبد الله يزهب وانا اطمر وقف تكفى نزلني انا فوق نزلني يا ولد فوق ما في سما نجوم نجوم قمرة نزلني يا ولد تكفى يا عبد الله تكفى يا عبد الله ادور ما لقيته الا هم منسدح جنبي تهدي انت ما فيك شيء تكفى نزلني وانا خمه واطب انا وياهم فوق الدكه هو يقول نزلني وين انزلك منه وانا نزله من الدكه لاني في الارض انا وياه تكفى يا ابو حمد نزلني يا ولد انه تحت الارض هو يتحلم ولا ويش يحلم ايش تراني راقد هو راقد مدري قال تكفى نزلني يا ولد انت في الارض قال نزلني شوي يوم قام عاد دريت انه جاثوم انا قلت جاثوم وقعد اقرا عليه اقرا عدت قل هو الله واحد 60 مره كلها غلط من الراعه لا يطلع علي ذا الجاثوم ما تباقي السنويه بذا الخل المهم يا ولد قام يوم قام قلت له يا ولد ايش فيك؟ قال يا رجال بحلك ايش فيك؟ قال انا مسحور وش هو؟ وش؟ قال مسحور انت صادق؟ وراكد معي وش جايبك عندي؟ قال طيب وش كنت تشوف في راسك؟ قال انا كنت كذا اشوف نفسي اني في السماء طايح وانه بينطلني بيروح بي بيطير بي شلون كذا؟ شفت اني في السماء وبيروح بي بسم الله الرحمن الرحيم طيب الحمد لله واقرا عليه ونشغل القران قال الامور طيبه الامور طيبه ونرجع على الدكة ولد عمي في شبه مني يوم جينا على الدكة يحطوا فراشي واخذ فراشي وروح انا لا يضيع بيني وبينه ذا الجني والله توفق والله يا ولد لا يضيع بيننا ويدخل فيني ما دريت الجني الموت اي والله يوم قمنا الصباح قلت يا ولد الله يستر عليك انت على بلا فرقاك يا ولد ما رجع عقلي مالك العين ويا في الخلاص هذا والله ذكرت سالفه كنا مداومين في الشركه وعندي ربعي اثنين فايدين الربع ويانا موظف جديد ويلعب بوبجي كان ذكروني وعندنا واحد ربيعي اسمه ساعد والله العظيم يا الربع طول ما القوم يبل يسكن بلا يباله والله العظيم التليفون ما يعرفه ولا يعرف ايش حياته بدوي بكرتونه بدوي بكرتونه هو من اعمارنا وياينا موظف جديد اسمه ابو شامس واحد سوالف ويوم قالوا لي انت يا ابو شامس روح عند ساعد هذه البدوي يلعب في الليل ابو شامس ويقول دم 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 بيقتلوني بموت بموت دم 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 وهو تحت رجال مدمن ايوه يقحم هذه ساعد ويخوز اللحاف كذي وساعد الله يذكره بالخير والله يشفيه كي عليه عين وفي شعر كذي الله لا رواك شعره ريال طيب وضحك يوم قال ابو شامس قال له ها عليك شو انت يني وش من لادمي قال ايش فيك ايش فيك تبغى تموت قال روح ما بموت انت صاحي ولا اني العب ببجي يروح زين منك ساعد ويطلع قال الريال ابصح
ريالك يلعب بوبجي ما في غير العافية، غير شفت بوبجي يقولون دم دم بموت بموت الحين بموت الحق علي اضرب. تقابست في الليل هناك عندهم، راح ساعد قال ذي الريال ابو صاحي، طلع عنه وتكى في السيارة نايم لين الصبح، يوم الصبح يعني ساعد قال لي عبد الله نعم، قال لي موظف اللي جاي جديد مينون. كيف مينون؟ قال مينون ولا ابو صاحي ولا طال عمره، المهم ابو صاحي. قلت له هي وني والله العظيم اني ما عاد ببجي بس عارف اللي اساسيات وكذا. قال او اني راجد، قال في سابع نومي يصيح دم دم بموت بموت لحق لحق اضرب لحق لحق. قلت له حش عليه؟ قال نعم. قلت له خلاص بشوفني. وابو شامس ريال طريف ملقبنا احنا هذه الشركه كل ما اعطنا اسم يعني الشايب يسميني شوي منحني الشايب وفلان فلان وفلان فلان القاب شيت. قال ما تقال زنك شايب يا ابو شامس يا وهو خس عن يسحب يديه وهي كذي ابو شامس. قلت له اي صاحي ومينون؟ قال لا والله صاحي. قلت له كاك في الليل ايش فيك؟ قال انتم قبضوا ميانينكم عنا انتم ينن. وهو ريال بدو يغز. قال الناس تطورت تلعب بوبجي تصور سناب وانتم ما تعرفون. قلت له خبرني بس سالفه ايش فيك بارح بالليل صاحي ابونك ومينون وتحلم وهي تسوي عليه سؤال هو المواجهه. قال لاني صاحي غير عقيتوني عند واحد مينون. قال اني العب بوبجي وصيح دم دم وي وي شف عني كمبل ايش فيك ايش فيك؟ قال لي ما في الا العابي. قلت له زين الحين صدق بس اللي تلعب بوبجي ولا فيك شيء؟ قال لي قلنا ساعد، قلنا ساعد هذه الريالة وساعد يتكلم بسرعة بسرعة. قلنا له أنت تشك في أن مينون؟ قلنا نعم. قلت له شوف هذه مينون أحسن حماس توي وأربعة، ترى ساعد ينام إذا سمع صوتي فز فز وحدة. شفيك 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 وتعذب يوم. المهم سوينا قلنا لساعد أنت خلاص غيرناه في غرفة وبدلنا بينهم عند واحد يلعب بوب جنوب، خليناهم هالا بوب جرباعة ايه خلهم سوح والله العظيم. لكن في يوم ضحكنا ضحكة زين. سوينا لساعة تلفون، سوينا ساعد هناك وشريت تلفون ساعد هذا اللي ما يعرف معلمنا واتصل وسوي ويسمع مي أحد حمد يا شارت له ويوطي طال عمرك ابو شامس فيديو بالحالة مي أحد حمد اغني وعبد ساعد. والله العظيم يا ايام انقضيناها والله ما ننساها. قال ساعد يا ابو شامس ارسل لي فيديو. قال ابو شامس لا في فيديو ما بكسب ذنوب ما لازم بكسب. قال لي بغيب ساعد يكلمي يا ابو شامس ارسل يا ابو شامس. قال ماشي. قال نسمع رحنا الصبح رحنا نداوم هم كلهم حراس سكرتية يا مرد دينين لقى واحد قابض اخوه مني واحد مني والله من بعيد جايبين الغداء اليوم من اربع اي شوي 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 ايش فيكم؟ قال ساعد مطاعم يرسل لي فيديو ابغى احطه. قلنا ايش تبغى فيديو؟ قال صور الشاشه. قال ما اعرف اني بادي فيديو وبابو شامس بيحط حاله. قلنا لابو شامس ارسله. قال ابو شامس الله يذكره بالخير قال لي حسنات يومكي وبرسل لي فيديو وراح الخير كله اللي سوينا انا يوم ارسل له فيديو. قلنا له بس ابو شامس نباك تعف عن فيديو وتطبط خلي فيديو عليه صور خلي مالك وتهون وتخلي الامور تمشي وخلاص يا قضيناها والله سبع شهور كلها خانقه عشان يحط الفيديو حاله عندي. والله العظيم يا الربع عنها ما له اثنين مسوي لنا جو ابو سعد وشمس لا ابو شامس ابو شامس سعد سعد سعد, سعد. وجه لهم اكبر تحيه يستاهلون انا اسري موقف والله العظيم اني كل ما اتذكرها اضحك. الحين أنا ساكن في مصر في الدور 16 عندهم فعلى خضيرة في مدام مساحة في الدور 16 العمارة اللي أنا ساكن فيها 18 دور وأنا في 16. الحين طريقة الاستثمار في مصر كل أربع أدوار يأخذها مستثمر يسويها بالتصميم اللي يبه أحيانا يسويها تصميم واحد أحيانا يغيرها أحيانا. أنا الدور المستثمر اللي ما مستاجر من عنده مسويها نفس التصميم الأربع أدوار من 12 إلى 16. ذيك الليلة انطفت الكهرباء ولازم انزل اشتري الاغراض وارجع للشقة ما عندي الا الدرج والله يعيني امشي بالكشاف لين ما نزلت تحت صلاة العشاء لمبات ما في لمبات كهرب قاطع ونادر انت تقفل في الحي اللي انا فيه والله وانزل ما وصلت تحت الا انا في حمار
انا الحين لا نزلت اخلي الباب مردود، اخويا جوا وخلي مردود ما يحلق اطلع مفتاح وافتح. وخليت مردود ونزلت، ما وصلت تحت الا يا دوب ركب تشيني واقضي واغلق اغراضي تعب دور 16 واقضي واغلق وارجع. 16 ما في لفت سنسير سنسير الكهرب قافل كهرب يقول بندر واجي الا والله ان الكهرب قافل. النزول هو من الصعود وارجع اطلع واحسب الدور الاول الدور الثاني الدور الثالث لخبطت في العدد شكلها ضاعت الحسبه لخبطت والكهرب قافل. المهم اني وصلت واجي شقتي على اليمين في شقه على اليسار واخش على اليمين الباب مردود مقفل اللمبات واخش ونفس التصميم نفس كل شيء مي شقتي بس ان الباب مفتوح. يا الله النكبه اي والله النكبه واخش نفس التصميم واولع الكشاف ما ركزت الكنب اللي متغير بس ما ركزت واجلس وشوي اقعد شوي الا ايه ايه مدري ايه ايه يا إيه حنين مدري ايه الا والله العلم المنتفخ من حنين ولا وين دريت اني ملخبط حط رجلك الحين رديت الباب هو يقول ايه يا حنين احسب ان حنين جات حنين طلعت زوجتي احسب انها جات علي بيك بيس حطاني يحسبني حنين الحين وانا اروح اتخبط ادور الباب وافتح الباب شن ما في غير سنسير ودك الحين والله انت دل شقتك في الظلام والله اني دليت وانا اطلع الدور على طول جبتها واجي عند الشباب السلام واجي عند الشباب فوق وانا اقول وش علمك؟ ترى العلم ما يسركم يحسبني حنين يحسبني حنين يا عيال ابشركم من اذا انقطعت الكهرباء ما عاد انزل هلا منازل الرجال صار مره على موقف طره هالشقه. تخرجت من الثانوي ودخلت في جامعه في محافظه بعيده من الرياض ولاني في شقه انا واثنين من اخوياي تعرفت عليهم في الجامعه مستاجرين سوى اخوياي اللي كانوا في الثانوي انقطعت منهم محزن قعدت يمكن سنه عنهم يوم جاء ذاك اليوم اللي واحد من اخوياي كان معي في الثانوي راسلني وش علومك شو الدنيا بك وين رحت وين جيت وما ادري كيف تبدو الامور زينه انا في الجامعه لي سنه وقال وين فيه قلت في الديره الفلانيه قال ما شاء الله هناك وين محلك بالضبط يمكن امر اسير عليك والله ابرك الساعات هو من اهل الديار يمر احيانا من عند المحافظه هذيك وصفته قال كم رقم شقتك لا جيت اطق عليه قلت الرقم هكذا وهنا ناسي كم رقمها بس اني اعطيتها رقمها وان ثلاثه في الشقه وكلنا عزاب يعني ما نسكر الباب خلي فاتح يروحون ويجون ذاك اليوم بعدها يمكن باسبوع كذا راقد في فراشي سرير طبعا غرفتنا شقتنا غرفه واحده نرقد فيها الثلاثه انا واخويا انا على سرير واحد من اخويا ما يحب السرير يرقد في الارض والسرير الثاني فيه خوي ذاك اليوم طلعوا عندهم محاضره انا محاضراتي تبدا بعد الظهر يوم مساء ويوم صباح محاضراتي راقد يا ود واقوم وانقلب يوم انقلبت الا المس لي ادمي واشوف اللي شعر وانا اطمر ابن ابوي من طالع يوم ملتفت علي قال واد لا تزعجن خلنا نرقد خوي كل نقص ما درينا ابن اخوي اللي كان معي في الثانوي يود لي من سنين لي من سنه ونص يمكن ادري جاء وانشدح معي في هواك اي وانا قلت يود ذا وش ذا هو مربي له شعر يوم التفت له الشعر وانا اطمر ابن ابوي يطالع كذا في كل برود يا ود منتي ذاك الوقت قال ود لا تسجل خلنا نرقد الله لا يوفقك يروعك يا ولد منتي هو كان مربي شعره في الثانوي اي مربي لا مو في الثانوي ايام تخرج عندي واحد من اخوياي في شقه ايش مسميه؟ ملقبينه وجه النكبه صدق تمشي معه نكبه جي لازم ذاك اليوم اذا رحت معه لازم يومك يخرب عليه اي والله تدعو انا امسي عليه بالخير ان كان يتابعني لا 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 يستوي لنا شيء لا تمسي عليه لا بخير ولا بشر المهم حتى لو جينا بنروح محل نخليه يستاجر سياره لحاله ونروح بسياره اعوذ بالله اي والله
لا راح الحالة ما يجي يصير شيء، لا رحنا معه يا تتوقف السيارة يا تتعطل يا يصدم السواق يصير أي شيء. حول ذيك الليلة في البيت كان يبخر وخلى المبخرة تحت الستار. الله يستر. الستارة عندنا قزاز كبير حلو وفاتحينها كذا وفي شبك، والشبك هذا خلاص إذا شلت الشبك تطيح، بس الشبك قوي ما له حد يطيح. وخلى البخور وخلى المبخرة هناك اللي مولعت ستار. أعوذ بالله. هو ذاك إيش سوى؟ قال باكر رماها كذا. سلم عني. رماها برا. يوم رماها برا العمود حق ستار عنز كذا على البلكونة حق الجيران اللي تحت. الله يستر. والجيران معلقين ملابسهم والدنيا بيتولع. اللي يوم دخلت النار على الجيران من جوا. ويطالع فيني قال أحيانا تفرج فيه وجيت تفرج معه طالع فيني قال هو العلم وشو الله لا يوفق وننزل لهم وندك الشقة ولعت يجي الدفاع المدني ونطفي هم العاد في الدور حنا 16 15 15 هم ونجي ونعتذر منهم ونعلمهم ما عليه شو العذر السموحة بس إنهم طلعوا خليجيين اللي ساكنين تحتنا من أهل الكويت الله يوفقهم أجاود كفو لحقان اشتغلوا السلامة منكم فما قلنا بشروا بالعوض ما قالوا راسكم العوض لا والله تمنا لهم كرامتهم تعرفنا عليهم ونكبات واجد من ضمن النكبات ذيك اللي رايحين تغدى في مطعم عندنا اسمه صبحي كابر شنو؟ صبحي كابر مطعم فنان كابر نفسي الحبيب والله انه فنان رايحين تغدى فيه طالبيننا اوفر وزحمه 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 يقول لك ان عيال مكان خايب ما قلقت قاطعني لا 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 ها اسلم اسلم علمك جاي قال حسام هو اسمه حسام قال حسام ادخل يمين بطل وديك مع الطريق مختصر هذا وجه النكبه قال تم هو يدخل يمين الا والله الطريق فاضي انبسطنا احنا قلنا يا رب وجه النكبه تعدى الا والله الطريق فاضي يوم مشينا كذا في شارع كذا الا والله ان طلعنا عاكسين وطلعت اللي مصادفنا من هنا مرور طلع هي قلنا الله لا يوفقك يا حسام مستحيل يتعدى والله مستحيل يتعدى ونزلنا من اوبر راح مع المرور دبر نفسك ايوه دبر نفسك ذكرت يوم تقول الدور الثاني ستارة مره كاتب لي بحث يمكن 20 ورقه او 30 ورقه تعبان عليه يود بحث طويل تعجيزي يا الله خلصت يمكن قعدت اسبوع المهم هو روح المحاضرة وكان ذاك اليوم بيرصد الدرجة في المحاضرة يوم جيت دخلت الكلاس قال وين البحث؟ تنسيت في الشقة ولد عمتي معي في الشقة وانا اجيك مدور قلت بجيبه واجيك عطني بس 5 دقائق قريبة من العجلة دقيت على ولد عمتي قلت افتح الدريشة من فوق واحذفه عرفت؟ قال خلاص وانت يوقف تحت طالع فيك اني شوفه افتح الدريشة قال في هواء رده نشب اللوحة في تحت حلاق عرفت؟ نشب فوق اللوحة يا ولد تكفي الاخلاق قسم بالله انقهرت راح فوق اللوحة من حد يجيب وارجع الدكتور ما لقيته والله راح علي ذاك البحث كاتبه يمكن اسبوع وانا اكتب والدكتور علي. شارط علي مهو بتطبعه طباعه كتابه يد خط يد اقول لك مره واحده اول مره اروح ستاربكس وعندي والله واحد من ربع اسمه ستاربكس ولا ايش اسمه ستاربكس شكك بي هو زين هو قال لي والله يا عبد الله ما يطلب غيرك قلت لي يا ريال بكني والله ما عارف اطلب ما عارف قال لي لا غير اطلب قلت له تب قلت له السلام عليكم هاو ار يو تو ستاربكس قال وات قلت له تو ستاربكس وهو عربي قال يا طيب ويش نعم احنا ستاربكس ايش تبغى قلت له الله يرحم لي والديك باثنين ستاربكس قال المحل كامل ترى محل ستاربكس قلت له لا مشروب ما جاي ستاربكس قال لا جيب لنا غيره قال لي جيب لنا اي شيء على ذوقك
احنا ذوقك يوم شوف اللي جنبي يضحك انت لحق السم من الضحك. انا ذوقك. هو يقول لي لا انا يوم طالب لك تبا كذي يعددهن ليه ما دريت وين. قلت له ايوه هذه. قال لي قلت له طلع مني واخواي يضحك والله يا ربع. وش حدك هذا؟ قال لي قلت له تراك نروح حق قايل لي اطلب على اللي تبغى. قلت لك ما اعرف. قلت له حاسب ستاربكس شيء كوفي ولا شيء. وهذه السبب الحين خلاص عندي تذوق في الكوفيات يا عبد الله. معك. وش جوك؟ سبونج لاتيه. ايوه. اذا بروح مثال خط في الليل ولا شيء. ايوه. اخذ اسبريسو. لا امريكانو. ايوه السلام. ايوه زين مره. ايوه والله اني صدق عارف. ايوه اسلم زين. وده عصريه تبي تروق عصريه وش تاخذ عصريه. إيه؟ عارف انه وراي يعني امراجد من وقت اخذ لي اسبريسو. طيب اذا قمت الظهر دبل اسبريسو. اذا قمت الظهر ودك في قهوه وش تاخذ؟ اخذ طال عمرك سبانش لاتيه على الظهر. سبانش لاتيه وانت توك بسوني مذهور من الظهر من رقاد صبح بول صبح يعني كي الضحى. ايه يا ابو الساعه 9. ايه تلف يور كافيه تطيط جيب وان سبانش لاتيه هوت نعم. مو ايس لا عليه حسب جو. كان جو حر ايه تاخذ آيس. بارد ايوه. وكان جو بارد تاخذ حار. ايش رايك فيه؟ طيب وظهر ظهير تنصمت. إيه؟ باخذ لك سبانش لاتيه مع الرفاع دبل شوت شو اسمه بارد كولد 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 سبانش لاتيه دبل شوت كولد القهوة الباردة. أيوة. السلام. وتروح يا أخي ما أحب القهوة الباردة. تامن بالله لا صرت تامن بالله والله ما حبيتها ولا دانيها إلا يوم رحت مصر يا أخي تلهيك ما في مشكلة بس ما أحبها قصدي باردة. زين تبصر القهوة تعودنا عليها حق أحيان كذا تبصر صادق ولا ترى ما لها طعم ترى القهوة العربية ما حبيتها إلا من قريب تدري. والله إي والله أم عاد إي والله إي والله الكيف زينها وقهوة شرواكم لك والله ما أحب غير اللي على الكيف كيفي وأنا عشاق دانات دونات يا دان تي في موسم الصيف تعطيك مباراة دانا 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 ويلو مشكلني حبك يا روح الروح مشكلني تدري احسبه يهددني يقول ويلو يا عيال تعرفون مشكلني حبك يا روح الروح مشكلني. والله ما اعرف عارف اني ان شاء الله انني احد امنياتي ازور مصر وان شاء الله اني بزورها. مصر شقتك جاهزه نروح لها جاهزه مرحبكم الف زين انا خسرت هناك ابو طاهر شاعر مصري تعرفه؟ ابو طاهر محمد شوقي. والله احمد شوقي احمد شوقي لا والله صدق تعرف ابو طاهر؟ ابو طاهر والله ريال طيب شاعر الله يجزاك بخير. لا والله ما اعرف ان شاء الله اني بزوره طاهر. تعرفه من زمان؟ عام عارفه رياض صاحبي كيف؟ تربطني معه كانت عمل بيني وبينه اتفاقيات عقود وخابر وقال لي هو مصر مثلكم يعرف نعم يظل هيك يا محمد يا عيال اليوم في واحد في القريه موجود معنا الان. ايوه انه صديق لي انا. طيب تدرون ولا لا؟ تبوني اعرفكم عليه؟ تبون اعرفكم عليه؟ نعم. طيب دقائق واجيكم. موجود هو موجود هنا موجود خصيصا في الابلكيشن اللي قدامكم بس بروح دقيقه واجيكم. علي ملاحي خبره ورا الكنبه. لا مو علي. الله حمد بنت رياك بنت شو صديق يا ترك تاخرت علينا. تاخرت ابطيت انا امشي ابطا روحنا نروح هذا خليه يقوم هو يقوس قزح ذا اللي في جبهته. هذا قوس باقي يسكر القوس. الحين قوس كم يا ابو حمد اروح الحصان قلت لي ها اي والله ماش مرتاح هنا ايش راح يرتاح يروح مكانه نرده محله استانس ما قصر دخل معنا في الفقره امس
والله في استانست. اي والله شفته جدت بعهد زمان عاد. يا سلام. هي هي اليوم النجاح واليوم الذيب في القليب واليوم احوال واليوم امور دنيا، حد في القليب وحد في ما دريت ويش، حد في القليب وحد في النجاح، حد زايد وحد باكر بيروح وحد بيقعد. هاي هذه حال الدنيا. بكره واحد مننا بيطلع شكوى على الله. الله يستر كعادة. زياد ربطه. زياد مين ربط؟ لازم نشوف له حل. مين ربط؟ مين ربط؟ لا يحضر البراين. يا زياد اليوم انا وياه الصباح قعدنا عند الحصان، نروح نزين ونجيب نحط ندور، ما عندنا شيء. فعلى وجه البسيطة زين والعواض. ايه عطني اياها تكفى. اصبر عب ما نقدر نجي. والله انها حلوة. تعال لا تخربوها. هيا ابو حمد طالب الكلام. ريان ارقد ها ريان ها نبي نشوف صديق عبد الله. شوية بعد حي من شوي. شوف يا عبد الله عبد الرحمن لا ترفض. لا تطالع فيه. تعال هنا تعال. والله لا تطالع فيه. صديقي تعال له مقام. صديقي تشوفني. سو كذا تشوفني سو كذا. يشوفني هي تعال. تعال اقعد تعال. تعال تعال يا ابو محمد تعال. تعال اقعد. قول لك دق لي تحية. اقعد اثني عمرك. دق لي تحية. وين؟ شوف فوق. سو كذا صديقي. سو كذا. وين؟ فين صديقي؟ تحية شوفه. تعال تاكي. انت تبينا يجينا خصم؟ شوف قدامك ما يجيك خصم. شوف اقعد يلا. احنا شفناها بطريقة غير مباشرة. ما شفناها احنا ما خالفنا النبا. احنا صديقي اللي له مقام وله وقار. نعم. ما ضيق منا لولا حقني منه ضيق. يا سلام. ولا صار من جور الزمن مقباس نار حقه علي يصير طفاية حريق. يا سلام. باهيم الصداقة باختصار يا جاهلين. لا 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 هلا والله دقوا تحية ونقول منحط فينا الهقاوي يبشر بسعدة. خلني أقولها. نقول منحط فينا الهقاوي يبشر بسعدة. يا صديقي إذا أنت الآن معنا وتسمعنا سو كذا. ما يسمع. يا صديقنا يا أبو الشباب يا غالي سو كذا تكفى. يا أبو عيسى أنت الحين شغال في الخصم ولا أمور طيبة؟ قول كذا في خصم ولا لا؟ الحين ابن ابوي هلا والله هلا ايش نشوف من فوق في خصم ولا لا سو كذا يا ربع ما يتكلم زعلان السكوت من علامات الرضا فيك شيء ليه يا وجه الله ليه 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 الا الا معنا هذا صديقك صديقي تدرون شو اسمه كموره ايش كموره كامري يعني لا هي اسمها كموره كموره يا كموره يا هلا يا هلا الخصم ياخذ هالجنيب حملنا وشلنا كفو اليوم نشوفك النجاح خلاص دامك كفو ما ابن يا تخيلوا الخصم على اللي جايبنا تخيلوا يا تخيلوا اليوم ثلاثتنا في النجاح والله عادي والله تصير تصير اذا صرنا في النجاح خلني اشوفك اثبت مسير انا وجه النكبه خلني اشوفك تدق الجرس بسرعه يا تخيلوا هذا بث جاكو كبسوا يا الربع كبسوا شباب شير ايوه شير هو قاعد يطالع تحت مشرف صديقي تعال كلم صديقي تعال بسرعه تعال يا مشرف تعال يا مشرف ان شاء الله علي اسمع يا لا حد يمون معه اجلس هنا لا حد يمون هذا صديقي كمورة شوف فوق صديقي كمورة فوق شو هذا هو اقول لك ما شاء الله علي من كبري كاميرا مطلعتني نصك ما شاء الله حلو زين الله يبارك فيه ان شاء الله حلو ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله وش شوف اليابس سبوسه دعاء لا شوف اليابس سبوسه هذه ما في كلام ما شاء الله شوف الاناقه والجمال
شوف شوف كيف كيف لا لا الاذان هلون لا هلون لا سعيدان لا الاذان هلون لا والله يا كمورة كبس 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 شيء شيء يا عيال عيال يا شباب لا يروح لا يروح ها لا يروح يا عيال شباب الجول انا بيها ارحب حيك يا عيال يا عيال لا يحفلون لا يحفلون ها اسمع اسمع لا لا اسمع وريتكم صديقي كمورة حلو الله يخليك تهلونها ولا تمنون من عليكم واقول لك الكمورة من حط فينا هقاوي بشرب سايه هذه كل يوم لا تمنون لا تمنون يا يا لا 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 علي اصبر يا عيني لا تبكين واعتنز يا قلب لا تنظر الله الله ما على وجه البسيطة زين والعوض في دورة الأيام دورها ماشي على الباقين قبلنا كم حطة والأحلام وذي حياة ابن آدم المسكين لفراش ريش النعام ونام انثنوا دون الخوي صفين وحطوا الانفس ذرى وحزام يا وجه الله 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 وحنا تسمعني انت اللي من بداعتي لا لا الا بك تسمعنا كذا بشيء عمالي الحين صديق صوتي حلو اي والله والله تبين نسمعك ويش كذا فيه واحدة قد سمعتني اياها قبل انا المهرب في المحبة اتوقع انا المهرب في المحبة وعارف دستور المحبيب انا المهرب في المحبة وعارف رأى المحابيب الحب ما من يولى عباه الحب له معنى وترتيب الحب ما من يولى عباه الحب له معنى وترتيب ويا كم سفن شر عبا مرواح وعصير وغياهيب وقصيدة طويلة شوف نفس الشلاتة لا يبالها النفس طويل واني مشي النفس اللي هو بكذا وينقطع الله يستر مي الخير غير يا لا 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 نسيتني علمني الليلة هنساك انا عجزت أفارق نجوم ليلك كل ما بغيت أمشي طريقي لفارقك ألقى الطريق يحن ويردني لك وين الطريق اللي لو أمشيه ملقاك تعب تدور درب ما ينتهي بك تعب تدور درب ما ينتهي بك تذكر مكان أول لقى أخذني هناك بنسى الليالي اللي قضيناها دخيلك دخيلك يقول من محطات العتب يا غايبين الله من بقى منكم على العهد وصفاء زحمة الذكرى بدرب العابرين تشعل أطراف الأماكن بدفا تذكرون وتذكرون وخابرين يوم أغانينا مراسيل الوفاء صاحبي لا تعتذر لي بالسنين السنين أسهل معاذير الجفاء الله اتصل بي واتصل بك من حنين لا تعلقنا ورا قولة تفا اي بالله صح الله لسانك صح بدنك صح بدنك اي والله من هذا المنبر لن ننسى متعب بالرقعان نطالب فيه حتى الموت يا ابو صالح عزيزه يا النقاد يا المقدمين يا كل من له صله في هذا البرنامج نطالب بمتعب بالرقعان نعم نبى كلمتنا تتوحد لرجوع متعب بالرقعان نعم يا صالح مكسر ويا سلطان ويا ابو مناحي اللي اتفقون بمغادرته ولا لا نباكم تغيرون الراي وتقولون معنا يرجع متعب بالرقعان بالرقعان نعم لان ما عرفنا للامانه اشتقنا لكلمه امانه تري وتري كب الهري وريلي ويبهتي ويقول نفسنا يبهتي ويوم يقول ايش يقول بعدها ايوه
اشتقنا القصيدة الساعة 2 واشتقنا القصيدة أصدق الصدقان ويا مسلمين الله يسامحكم. وكان متعب بالرقعان طاقة إيجابية للجميع. نعم العظيم. صحيح. يا مسلمين الله يسامحكم ترانا مسلمين. يلا واحد اثنين ثلاثة. يا مسلمين الله يسامحكم ترانا مسلمين. حسوبنا قبل يتبخر في هذا المبغرة. والله أمانة عبد الله أمانة. متعب ابن رقعان حصان ولد حصان. متعب ابن رقعان حصان وابن حصان. يا الله هن كتيب لنا متعب ابن رقعان. يا ابن رقعان يا الله هن هالرجال فيك. ثم في ابو صالح وثم في الإدارة ثم في الإعداد ثم وثم ثم يا رب. هي يا مال الشحم يا متعب ابن رقعان. يا مال الشحم. هو يقول كيه مال الشحم. وشلون ما ادري كيف روحين في روح روح ما كنت اصدق بندماجك يا الارواح. سلام. احد يمشي معي وين ما اروح روح. رورو وينها؟ اللي ابو غيرك نعم اني هيني رورو قاعدة حية وحية بوني ميتة وحية. والله ما ادري وين رورو. هي شوف من يقوم سالم عدني نعرف اللي هي وضعها. اما الحين الحمولة الحمولة عليه من حملها على سالم عدي وان شاء الله بتكون صح وسلام. هي ودنا بطيب بس الزمان جحد طيب كل ما تخلص مع الناس كانك تغشها. اقول لك اقول لك اقول لك اقول لك اقول لك اقول لك قل لي نعم. قل لي يا عمر. قل لي نعم. اقول لك نعم. والله يا ابو عبد الرحمن بذمتي انك محزن. ابشر بالسعد. هاي والله راسك حين ابوك نحط فيك الهقاوي. ويش بشر بسعد. طيب الله يعني. اشرك ان حطينا فيك الهقاوي وحصلنا السعد منك. بشر بالسعد. هاي والله راسك. بشر بالسعد. جاملني ولا شيء. بشر بالسعد. قول شيء حلو. يا ابري اسلم عليك زود. قول بعد ما قلت لو يرجع بي الزمن وبقدم على هالنسخه بقدم علشانك موجود فيها. الله يطول عمرك ما عليك زود. هذا شعور متبادل. انت خير من مثل سلطنة عمان. الله يعزك. الله يعزك. شاعر ومنشد ما عليك زود ومتحدث ومطيب وكبير والكبير الله سبحانه وتعالى. ما عندي الا من بعدك. ف خلاص ولا زيد؟ لا والله خلاص. كني انت مجامل اني انحرقت وشديت حيلي. امور طيبه لك. مقبول مقبول في كل الحالتين. شوف ريام من هنا راسك انه راسك. يا مراجل يا مراجل يا مراجل افتحوا بيبانكم حنا لفينا. افتحوا بيبانكم بالله عاجل. المراجل كلها منا وفينا. يلا بسوي هزوجة. نبي احازيج احازيج بس لعباتي. دقيقة اني يعني ما شاء الله عندي موهبة بنغمتي بالاثم يعني. اسمع 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 اسمع. لا ايه للواقع جينا من كل مدينة. لا ايه من كل مدينة. للواقع جينا من كل مدينة في مراج. لا للواقع جينا من كل مدينة برنامج مراجل والله غير. اوه يلا للواقع جينا من كل مدينة. للواقع جينا من كل مدينة في برنامج مراجل غير. أوه 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 أوه. الكل يهتف ويغني لي. أوه أوه أوه. مراجل 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 مراجل. هي
العالم زيرته زيره ذبر وشجع جماهيره حاضر وحنان مريبه متصدر ولا تكلمني يا سلام انت هلالي لا والله ها اني اتحادي تحب ها تحب يا بلاش ولا اقول لكم عليك زود مشرف وش يسوي؟ الله يعود مشرف بالخير علينا ان شاء الله وموعدنا بيجي له ساعتين الله يرضى عليك يا مشرف يا اخي مشرف يا اخي يوم قالوا له صوت الحق صوت الحق كل شيء يقدح ابي يقدح يقدح يعني تكفون يا اللي تشوفون أبي شوفه كيف العمل لا مشاهدت ولا سامع خلوني أحب خشمه والمسك فوفه لو كان أشوفه من الجمعة إلى الجمعة يجعلني سابقا للموت وطوفه ومحبتي له لا خذلة ولا رمعة وتكفون يا اللي تشوفون أبي يا أبي عبد الله با اسمع منك شلة أغني أغني يعني كي ما مثل ما تقول غلط يا ناس نسك ها كيف ها كيف حنجرتك فخمة يعني إيه بسم الله عليك أعطيك صوت بس بغير صوتي توكل يلا خسرت كل الناس علشانه أوه. علشانه استحملت اللوم الله. إزاي بعد ده كله يسيبني ما تصورتش غدره في يوم كانت روحي عرفت من أقلد عرفت من أقلد صباح الخير يا ابو مشكل هذا تعرف اللي يغني كذا لا والله ما خسرت كل الناس علشانه ما نسيت اسمه بس نفي والسوف سوف طب طب قصدي يعني الله يحفظه قالوا لها قالوا ترى بقربها ما لك امل لو يوم ابعد وجنب دربها هذا هو المطلوب قلت اتركوني اوه قسم بالله ركبت اغنيه اغنيه الله يسلمك تضحك علي ولا تضحك مش اقسم بالله ما ضحك علي لا حولكم ولا شيء ضحك علي اغنيه علمني وشي والله يا احمد اخوي الله يرضى عليك يا احمد انت سالفه ظالم ما اقدر اقول السالفه بس بغني الاغنيه امي هذا السالفه انت الاغنيه طيب يو يا ابني علمني السالفه يا الله يا احمد وحاتم الله يهديكم الله يهديكم طيب اسمع 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 يا ابري والله لازم تعلمني يا الله خبرك بالسالفة ايه المشكلة إذا ما ضحكت عاد الحين إيش بتكون رد فعلي؟ آه تسأل إذا ما ضحك والله ما عاد أجلس معك. لا لا شوف هي يمكن يعني ضحك بنا طال عمرك. والله ما ضحك آه تسأل. يو
تحت يا وح. الله المهم هذا زمان والله العظيم انه زمان حنا هني بيتنا ومره في بيتنا مزرعتنا حلو في نفس الشيء وعاملنا مال المزرعه شارد فاذا شردوا عندنا عمال المزرعه فحنا نقوم في دور المزرعه حلو اذا هناك غنم حنا نسقيهن نطعمهن اذا هناك بوش حنا نطعمهن نسقيهن اذا النخيل يبن ما يحن نسقيهن الى الحشيش اذا الطعام يعني نقوم بدور المزرعه حلو علينا الله يجيب لنا عامل المهم راحوا ذكرتني بحاجه والله اللي جاء عند التحكيم اللي قالوا غن قال زين اسمع المهم راحوا احمد وحاتم ما عرفته صح لا والله ما عرفته حاول اسلك لك المهم نفس اليوم ايوه اقول لك المهم راحوا احمد وحاتم يقومون بالدور اللي عليهم مش كان دورهم يقصون الطعام ويودونها للغنم فسوى احمد اخوي قصيده هذه اللي ضحكني ايوه يوم يقول يا عودين عويدن واحد ليش تلعبن في القلبه ويوم يا ووت احمد وحاتم يقصون هنا للغنمه كنا ذي قصيده اللي هي يوم 20 سنه استغفر الله يوم 16 سنه من زمان بعد هذا الموقف اللي ذكرته وضحكني طيب اسمح لي يا احمد اسمحوا لي يا حاتم اعتقد اسرار بيت ولا ما ندري هذا تبي الصدق يا ابري تبي الصدق يمكن انت ما ضحكت غير ضحكتني يا اخي ذكرتي ايش اسوي تبي الصدق يا ابري لو اني جلسنا نضحك من غير ما نسمع السالفه احسن لو ما علمتك قعدت اضحك الحين ضيمت علي خلا تنقص عنده الطاقه يقول كلام خلا تنقص الله يسامحك يا ابري صراحه انا استمتعت وانا بعد استمتعت متى قبل شوي يوم تخاطب مني تقول اسمع انا استمتع ليه؟ قبل السالفه كنت مستمتع بس معلمتي السالفه نكت ابنكت ليه؟ شو؟ ذكرت سالفه ضحكت ضحكت وقلت طلعت سالفه بايخه هذا استبه الصراحه وليه تقولها طيب؟ كنت وصي بضحككم ما دريت كذا ردت الفعل بتسيت انا ما ضحكت شباب عن طحن المشاعر الناس طيب يقولون راعوا مشاعر انتم طحنوا مشاعر مشوا سلكوا يلا حلو ضحكوا لو الحين عادي تسلم وانت وش هذا بعيد عني ابوني قاعد فهم ساعه فهم يا ابري في سالفه قلتها لي تحت البث ايش من سالفه سالفه ضحكتني طب الا تحت البث شيء فيها من الصوامل اي الله فيها بس انها ضحكتني ودي انك تقول عادي يومين يوم جدك قال مدري عمك قال لا 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 تكفى يا ابري تكفى يا ابري والله والله حلوه يمكن ما يتابعك الحين عادي يقول لا ما علي والله من لكن علي تدري منو ايش فيه الباصل صح الله يسامحك بس حلو والله طيب عندي لعبه ابا دقيقه واجي دقيقه بس شبتيب دقيقه مشرف ولا لا دقيقتي يلا سلام يا مشرف الله يرضى عليك والله ذكرت بخويا يقول مشرف تعال عندنا عشاء قلت يلا جايكم قال كم يبي لك قلت 10 دقائق واجي الساعه لما اجي مين يا اضطريت هاي تقول عاد يقول عاد واحد من العيال الثاني قال تدري متى رحت عنا من هناك قلت شباب بروح بجيكم انتظرناك انا سكتنا انا ايوه عبد الله عنده سالفه يبغى يقول وماسك السالفه ينتظر مشرف تدري ليه تاخري هذا مو عبث بيض الله وجهك والله مو عبث تبي تشوف شيء بعد الصلاه ان شاء الله تبي تعذر انت تقول لي لا والله انا يبوني عاذر نعم لا مسوي لكم شيء كفو كويس والله يا ابو عواد ما تبغى غير العلوم الطيبه تصدق على طاري يا ابو عواد مش صديقي اسمه مرشد ايوه اذا كلمني تدري ايش يقول يقول ابو عابد قلت له كيف ابو عابد قل لي ابو سعيد ابو حميد ترى احنا اللي عندنا اسمه عبد الله يسمونه ابو حميد دايركت حلو قلت له قل لي ابو سعيد ابو حميد يا مرشد تقول لي ليش ابو عابد قال لا مشرف يسميك ابو عابد وعيبنا هذه الاسم بعد عنده لا احنا نسميه عبد الله ابو عابد احنا لا عبد الله نسميه ابو حميد غريبة ابو حميد محمد لا محمد ابو قسيم ابو قسيم احمد وحمد نسميهم ابو شهاب شلون كذا انا اول شقلب في الدنيا شقلب انت اول مين البرنامج اقول له احمد المهني ابو شهاب يقول لي من هذا ابو شهاب ما ادري ما اعرفه لا والله محمد ابو حميد
لا محمد ابو جاسم عبد الله ابو سم ابو عابد عبد الله ابو حميد نسميه. روح بعدكم ويش؟ مثلا سعيد ابو عسكور. ابو عسكور؟ ايوه سعيد. لا سعيد سعيد إيه؟ سعيد ابو سعيد لا تجي كذا صح كيف سعيد لا لا بس احنا يعني شلون بالعامة يعني محمد ابو حميد عبد الله ابو عابد هذه يعني عاما يعني ما قصرتوا اي نعم شكرا بوركت شنو بوركت شنو بوركت شنو يعني بارك الله فيك الله يبارك فيك اي بالله سالفتي ما ترى ما نسيت قولي اللي يوم جالسين هنا يوم يدخل علينا عليا كنت اسولف انا باجازه وكذا اوه نعم بتكمل هي ايه اكمل شوف تفضل تفضل لا والله لا عادي اذا ما عندي اذا عندك سالفه ايش رايك تهبط في الدعانه ولا اني والله صاد الا صاد انا ترى ما احب يعني طيب قعد قعد وبتقول هي واقف لا لا حلو زين هذا سنت من السنين الله يعيد السنين زيد عمري يا ولد هات مخده وراك عشت من قال يعيش الله يذكره بالخير من قال يعيش عاش الله فلاح عاش من قال يعيش هذا طال عمرك اقول مثل ما قلت لكم عيال انا كنت يعني شلون يعني محاول لحظه بخبره بنقول انه بنكمل السالفه يعني بكمل سالفتي لليوم اليوم يجي عيال تذكره جت فقره عليان وقف معي الحين بيكمل ذكرت تعالني في اللب تعال هنا تعال هنا اي كمل اسمع اسلم يا ابو عوض الوكاد يطول عمره السلامه الله يسلمك سلام عليك جلست عندهم السنتين هذه وعندي 30 رصيد طبعا زين احنا نسيناها السالفه من قدام، ايش رايك تعيدها من البدايه؟ ولا لا لا والله ذكرتي والله ذكرتي يوم موظف وكنت عاطل وودك انك تكمل الوظيفه حلو باختصار اني يعني جلست معهم السنتين، خلصت السنه الاولى والسنتين كملته حلو؟ حلو الوكاد طال عمركم باخر السنتين باخر السنه من السنتين طبعا عندي رصيد 30 يوم ما اخذت انا اجازه حلو ولا عمري رصيد يعني اجازات رصيد اجازات ما ياك عقد صح حلو 30 يوم انت ما قد توظفت صح؟ لا طيب حلو بس انا يصير عندك 30 يوم اجازه تاخذه بس انا غير الاوف اي غير الاوف المهم صار عندي رصيد 30 بس ما اخذت ولا يوم ولا عمر الله لك الحمد ولا يوم غبت ما شاء الله عليك ايوه حلو ولا تاخرت ابسيده حلو اي يمكن ربما يكون في تاخر 5 دقائق 7 دقائق يعني هذه احنا عندنا شلون السيستم عندنا ربع ساعه ما يعطيك تاخير بعد ربع ساعه يتاخر عادي اسمع يا عبد العزيز المسلم ايوه كمل ايش قصدك خليه يسمع معنا السالفه اذا هو بعيد من هو عبد العزيز اخوه عبد العزيز المهم ترى هو اللي خلاني اتوضح عبد العزيز نصحه يقول اذا سولفت للشباب حاول تختصر ايه ترى عبد العزيز هو اللي توسط لي بيض الله وجهه يعطيك السالفه بحذافيرها والله حلو عشان تفهم تفضل ايه تكا كذا ما انت تصلح تصير مدرس المهم ان شاء الله انه بيصير مالكم بالطويل يا رجال يوم جاء بقي يمكن شهرين شهر ونص كذا هاللون على انتهاء السنه احنا كل سنه يجددون العقد يا يجدد يا يقولون لك امسك الباب حلو المهم ما يفرطون فيك المهم يا طويل العمر السلامه كنت انا واحد ثاني اثنين احنا سعوديين وتقريبا ثلاثه ظاهر واربعه اجانب يعني كنت اللهم لك الحمد معهم كويس يعني كويس بدرجه جاء انت يا الوكيل اللي عليها المشرف هذا باختصار الوكيل على المحل هذا نعم قال مشرف سم قلت وش خذوا لا خذوا ورقه قريته الا يطول عمر السلامه غياب 15 يوم عفا كيف قلت اول شيء يا طويل العمر السلامه لا عندي لا غياب ولا عندي تاخرات ولا وجازتي 30 يوم ما عمري اخذته كيف تقول لي اجازه كيف تقول لي غياب قال لا غايب انت يا مسلم كيف عدل بدل انا سبحان الله دايم اصير مظلوم يا ريال والله جد يا الخير بشري على الوكاد طال عمرك مظلوم مظلوم الحمد لله اني مظلوم ولا اضر الحمد لله المهم والله من طيب قلبك لكن الله بيعوضك المهم يا طول عمر السلامه جاء عند واحد من اخوياه اللي كان معي سعود قال خذ ورقه قال وشو قال ابيك تشهد ان مشرف غايب اعوذ بالله ايوه
شهود ومراقيب. إيه؟ قال لا مشرف ما عمره غاب، راح قال لليمني، قال اليمني لا ايه هو كان يمني هو اجنبي. آه صح صح نعم. راح لليمني قال له مشرف غايب، قال مشرف ما عمره غاب، انا اشهد مع مشرف اليمني يقول مشرف منضبط، مشرف كويس ولا عنده اي ملاحظات. اي والله وجهه اليمني. نعم قال قلت ايه، قلت هذا الدفتر تفتحت الدرج، قلت خذ خلوا معك سنه قدام، اذا لقيت عندي غياب واحد يوم انا امسك الباب بدون لا تقول، وعندك البصمه، اتوقع عندك بصمه وعندك دفتر، يعني ثنتين انا واثق الحمد لله. قال خلاص هذا الدفتر بالراجع نشوف. المهم هو كويس ولا يبي يطلعك؟ لا يبي يطلع عنه هو. ليش؟ ليش والله انه هو الخسران. ايوه كمل. ليش ما ادري والله جد الصراحه، والله ما امدح نفسي، هو هم الخسران والله اني ادري والله اني ادري يعني درجه والله يا عيال كنت تشتغل شغل يعني شلون، مو يعني ما امدح نفسي ولا اقول اني انا سويت، لا يعني سويت اشياء ما تخصني انا، انا وش مسؤولي وش فيه كاشير احاسب بس، ما مسؤولي ما مسؤوليتي مثلا ملابس ولا اروح اعدل ملابس اللي يطيح ولا اخذ مقاس اعطيه زبون ولا شيء، ما هي شغل مشتهد. انا محاسب ماني بايع، البايع هو اللي يعني، لكن انا وشو بحكم من اخوياي وزي كذا اللي معي من اجانب ومن سعودي اخوي اساعدها، من اخوياك لو صاروا كويسين معك ساعدها. المهم طال عمرك دبل تسبدي كيش وين اورقه، جايب اورقه حط اورقه وانذار، اي اعطاني انذار ترى. قول له طال عمرك رحت المكتب العمل وقالوا رح للموقع، كان ما اعرف الموقع انا شغله يبا شغله يعني سالفه مطوله. ايش سويت يا طول عمر السلامة؟ الوكاد باقي ما بقى شيء، قالوا لي الوكاد ترى ما احنا مجددين معك العقد، ترى علموني قالوا ترى مشرف ما احنا مجددين معك العقد، دور لك وظيفة. انا مشكلتي يا عيال كنت يعني شلون، كان عندي شقة ايجار وعندي سيارتي. نعم. قلت انا خايف ترى على السيارة لأني طلعتها بطلعت الروح. قبل لا ينتهي العقد بعشر ايام، يعني جلست يمكن شهر ونص، ويعني افكرت وكذا هاللون قلت ان شاء الله الله بيرجع. الوكاد يا طول عمر سام ويدق واحد علي، واحد من اخويا. السلام عليكم. السلام مشرف. طبعا هو يدري اني انا يعني بيني مشكله يعني الاحوال يعني. الله اكبر الله اكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح.
الله.